السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نلتقي في موضوع جديد من مواضيع السنة الرابعة متوسط. ما لازمش نغلط، كاين نغلط بين فرض واختبار. هذا فرض الفصل الثاني في مادة اللغة العربية. كما راكم تشوفوا نصره قدامكم مع الأسئلة باش ديروا عليه كابتشور ديكرون. نسيت نطلع حتى لهنا، ما غاديش نديروا الوضعية الإدماجية لأنه أصلا ما يكفيكمش الوقت باش ديروا الوضعية الإدماجية في الفرد. فوالا يلا بسم الله نبدأ نقرأ في النص نفهموا فيه ونجاوبوا على الأسئلة. ها هو السند قدامنا. قالوا لنا إن التلاحم بين الفرد والمجتمع هو من أهم أسس النجاح والتفوق الحضاري، وقد طلب منا النبي محمد عليه الصلاة والسلام أن نكون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وهذه أسمى صورة للتكافل الاجتماعي يرسمها دين على وجه الأرض، ولكننا غيبنا هذه الصورة، فنحن نملأ الدنيا ضجيجا حول حقوق الإنسان في الإسلام بيد أن الواقع شيء آخر، فالتعاضد يكاد يكون مفقودا بين أبناء الأمة الواحدة حتى على مستوى الصحة، خصوصا ونحن نعيش الآن أيام الطوارئ الصحية والحجر الصحي. كثير منا عنده من القوت ما يفوق حاجته، ومنا من لا يجد قوت يومه، ونبينا صلى الله عليه وسلم يحثنا على أن نحتاج كثير منا أن نحتاج إلى البذل والعطاء في زمن الوباء، وننفق مما رزقنا الله به، لأننا مسلمون أهل جود وكرم، ومكافحة فيروس كورونا والتقليل من آثاره وأضراره بالوقوف مع إخواننا من مساكين ومعوزين وأرامل وأيتام واجب علينا جميعا، وخصوصا الأغنياء منا. فمن نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، باعتبار إدخال السرور في أنفس المحتاجين تعاون، وهذا الأخير حضارة وتقدم. في أنفس المحتاجين نخلط. ولكي يكون كل فرد منا مشاركا في المحافظة على أمن البلاد وسلامته وعلى المصالح في زمن الوباء، نحتاج أكثر إلى التعاون الاجتماعي ودرء المفاسد والأضرار المادية والمعنوية دون الإذعان لها، وأن يأخذ كل واحد منا بيد أخيه ناصحا وموجها ومعلما ومتسامحا، فنحن ركاب سفينة واحدة، إن نجونا نجونا جميعا وإن غرقنا غرقنا جميعا، فلنحافظ على سفينتنا وعلى وطننا ومجتمعنا وأمتنا وسلامتنا حتى نخرج من هذه الأمواج المتلاطمة وهذه المحن المتتالية إلى بر الأمان بأمن وسلام. النص هيهدرنا على التعاون وانت في الأزمات، رغم حددنا باللي في الأزمات الصحية وفي الحجر الصحي رانا نمروا به. نروح للأسئلة. الجزء الأول، واش قالوا لنا؟ تعرف من السند على الصورة التي رسمها الإسلام للتضامن. يعني الإسلام رسم صورة للتضامن، شيء هي هذه الصورة اللي رسمها؟ هيا لبيان صغرى، هي أن نكون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وهذه أسمى صورة، رغم دارينها أصلا، وهذه أسمى صورة، معناتها هذه هي الصورة اللي راح يهدر عليها النص. نجو هنا يا حلو. واحد، الصورة التي رسمها الإسلام للتضامن. فلو نديرو نقطتين ونجو للنص ونقولوا أن نكون كالجسد الواحد، إذا اشتكى وإلى آخره حتى الحمى. صح. من بعد قال لنا وضح من السند طريقة التضامن الإنساني في زمن الوباء. يعني شو هي الطريقة الإنسانية اللي لازم نتضامنوا بها من يكون عندنا كش وباء؟ هيا لا هنايا في النص واضحة. وش قال لنا؟ نحتاج إلى بذل، هيا لا بذل الى بذل الى البذل والعطاء في زمن الوباء، وننفق مما رزقنا الله به، لاننا مسلمون اهل جود وكرم، ومكافحه فيروس كورونا والتقليل من اثاره واضراره بالوقوف مع اخواننا من مساكين ومعوزين وارامل وايتام. خلاص وايتام نقطه. ونقدر نقول ثاني كان نفرج كرب المسلمين.
نقدر نزيدوها وأن نفرج كرباء المسلمين، يعني نعبر عليها بطريقتنا وخلاص. معناتها تبدأ الإجابة من نحتاج إلى البذل والعطاء حتى غادي احنا حبسوها بالوقوف تك تك تك، نحبسوها حتى لهنا والأيتام، أرامل والأيتام. نجو نكتبو ثانيا طريقة التضامن الإنساني الإنساني في زمن الوباء، في زمن الوباء. ونديرو نقطتين وقلنا نروحو للنص من نحتاج إلى بذل، نحتاج إلى البذل والعطاء حتى الأيتام. نكتبو هادي قلنا نقدرو نزيدو وتفريج كرب المسلمين. خلاص نديرو نقطة. من بعد قالنا اقترح فكرة عامة مناسبة للسند. الفكرة العامة قلنا احنا نقراو النص نفهموه كامل ونشوفو الموضوع اللي راه يهدر عليه النص. هنايا الموضوع العام اللي راه يهدر عليه النص شو ولا هو؟ هو التضامن، بصح ماشي بشكل عام، هو التضامن في زمن الوباء، أهمية التضامن في زمن الوباء. هذا على واش راهو يهدر؟ هو راه يحث راه يحطهم مع التالي، يقول لهم بلي فوالا لك نتعاونوها، كيفاش نتعاونوها، كيفاش نديروها، كيفاش نديرو. معناتها هنا راه يهضر على الاهميه. فغادي باش غادي نقولوا الفكره العامه. ثالثا الفكره العامه للنص، الفكره العامه للنص واش غادي نقولوا؟ اهميه التضامن في زمن الوباء. فوالا نقطه. من بعد قالوا لنا ضع دائرة حول المرادف الصحيح للكلمتين الإذعان الخضوع. هنا يعطانا النفور ولا الإساءة؟ يعني يعطونا كلمتين عندهم نفس المرادف وخصنا الكلمة الثالثة اللي عندها نفس المرادف نديروا عليها دويرة. فالإذعان هو الخضوع، المرادف تاعو تانيك هو لا، هنايا عطاونا الاذعان، عطاونا ثلاثه نخيرو بيناتهم، عطاونا درء، عطاونا ثلاثه نخيرو بيناتهم. الاذعان هل هو الخضوع ولا النفور ولا الاساءه؟ بيان سور الاذعان هو الخضوع، واحد خاضع. فالاذعان هنا هو الخضوع، ودرء معناتها واحد يدفع، درء معناتها دفع، درء المفاسد يعني يبعد المفاسد، يدفع المفاسد. فهنا الاذعان الخضوع ودرء دفع. نجو هنايا رابعا ونديرو المرادف نقطتين ونديرو الإذعان هو الخضوع ونديرو دفع هو درء، هي درء هو دفع، معليش راك عكستهم. درء يعني الدرء هي اللي طاوها لنا، وحنايا نخيرو دفع. دروك نروحو للوضعية الثانية. واش قالونا؟ أعرب ما تحته خط في السند إعرابا تاما، يعني عطاونا إعراب كلمات وإعراب جملة، وبين محل ما بين قوسين أن يكون كجسد الواحد. نشوفو الكلمة والعبارة أو الجملة. نجو هنايا نشوفو الجملة. قلنا من نبغو نعربو شي كلمة نشوفو الجملة كاملة. نملأ، شكون؟ شكون اللي يملؤ؟ نحن، معناتها عندنا الفعل وعندنا الفاعل اللي هو نحن، نحن هو الفاعل. واش خصنا؟ خصنا مفعول به، مفعول به وين راه؟ نملأ ماذا؟ الدنيا. نملأ الدنيا، نحن نملأ الدنيا، نملأ الدنيا ماذا؟ ضجيجا. هذه ضجيجا راهي تميز لي اش غادي نملأ في الدنيا، اش غادي نملأ في الدنيا انايا كي نقول نملأ الدنيا. برك ما ميزتش واش هي الحاجه اللي غادي نملاها في الدنيا. غادي نملاها ضجيجا، نملا الدنيا ضجيجا. قلنا العفسه اللي تميز لي الكلمه اللي قبلها، قلت لكم في هذيك لاسوس اللي عطيت لكم نطرح ماذا، بصح هذه ماذا اللي ما تعودش على الفعل، اللي تعود على الكلمه اللي راهي قبل. هذه ضجيجا، نملا الدنيا، الدنيا ماذا؟ ضجيجا. معناتها هذه ضجيجا راهي تعود لي على الدنيا. كي تكون نطرح السؤال ماذا وتعود لي هذيك على الكلمه اللي قبلها، توضحها لي كثر، تميزها لي كثر، فهذا واش هو؟ بين تمييز. نجي هنا راني في الوضعية الثانية، نجي هنا يا واحد الإعراب، واش عندي؟ ضجيجا، ضجيجا تمييز
منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. من بعد عنا نوجدوها برك، أن نكون كالجسد الواحد. دوك نروح نشوفوها ونشوف كيفاش نعربوها. هذه جملة كتبدا بأن، شوفوا غير تبدا أن غادي نقولوا مصدر مؤول. في الفيديو اللي قبل كانت عندنا أن ما نديروهاش مصدر مؤن، أن هي نديروها، هذه نديروها مصدر مؤول. هذه العفسة الأولى اللي نديروها، كي تصيبوا أن بعد الجملة نكتبوا مصدر مؤول. بعد نروحوا نشوفوا في محل واش. هايا لهنايا أن نكون كجسد الواحد، قلت لكم من نبغوا نعربوا أي عفسة نروحوا للجملة كاملة. وين تبدا الجملة هذه؟ وين راني؟ هايا لا، مين تبدا الجملة؟ تبدا من طلبة، فعل طلبة. أن شكون اللي طلب؟ محمد صلى الله عليه وسلم، عند هذا هو الفاعل. مفعول به وين راه؟ واش طلب منا النبي؟ أن نكون كجسد الواحد. من طرحوا هذا السؤال، واش طلب مني؟ طلب مني كذا، ماذا طلب مني؟ طلب مني كذا، فهذاك هو المفعول به. معناتها الجملة تاعي أن نكون كجسد الواحد هي مفعول به، في محل نص مفعول به. فغادي نقول مصدر مؤول في محل نصب مفعول به. خلاص تهنيت من الإعراب. من بعد واش قال لي؟ قال لي استنبط من الفقرة الأخيرة محسنا معنويا مبين النوع. محسن معنوي، ونشوف الفقرة الأخيرة كيقول لكم محسن معنوي، عسى يولي تخموا فيها وهي سهلة كاع، يسيو تحوسوا على طباق، ما عندها زوج كلمات متضادين. صح، قالوا لنا سهلوا لنا، قالوا لنا في الفقرة الأخيرة. ياك الفقرة الأخيرة وين راهي؟ هادي. فنروحوا نحوسوا على زوج كلمات متضادين. هنايا كاين هنايا مثلا المادية المعنوية، حاجة مادية وحاجة معنوية، هادو كلمتين متضادتين، متضادتين. كاين هنايا نجونا غرقنا، ننجو ولا نغرق، تاني هادو متضادتين. فاحنا غادي ندو المادية والمعنوية، واش نقول لهم بلي عندنا طباق. نجو نكتبو هنايا ثانيا محسن معنوي، نقول لهم المادية المعنوية، ونكتب لهم باللي طباق. صح. من بعد قالوا لنا استخرج من السند اسما ممنوعا من الصرف وعطف باين. معناتها خصنا نستخرجوا اسم ممنوع من الصرف ونستخرجوا عطف باين. اسم ممنوع من الصرف كاين بزاف تاع السياق، من بين السياق اللي عندنا انه يكون منتهى الجموع، يعني يكون جمع بصح على وزن مفاعيل. هنا عندنا كلمة على وزن مفاعيل اللي هي هيلا مساكين. مساكين على وزن مفاعيل، هذا مجموع منتهى الجموع على وزن مفاعيل. فنخرجوا مساكين اسم ممنوع من الصرف، وقالوا لنا واش تانيك عطف بيان. عطف بيان مش كما عطف النسق، عطف النسق يكون حروف عطف بصح، هذا ما يكونش فيه حروف العطف. ثانيك عندنا قواعد اللي قلنا نكتبوهم. فهنايا واش عندنا؟ عندنا بعد اسم الاشاره، ويكون هذا الاخير حضاره وتقدم، هذا الاخير حضاره وتقدم. كي تكون عندكم صيغه بهذه الطريقه، الاخير هذه اللي بعد اسم الاشاره هذا واش؟ عطف بيان. نجو هنا نكتبوا عندنا ثالثا الاستخراج من النص، نكتبوا الاستخراج من النص. الاولى قالوا لنا اسم ممنوع من الصرف، قلنا عندنا منتهى جموع على وزن مفاعيل اللي هي الكلمة مساكين. وقالوا لنا واش نتانيك؟ عطف بيان، قلنا هذا عطف بيان راهو بعد اسم الإشارة، تلقاو الصيغة بهذه الطريقة فهو الأخير. من بعد واش قالوا لنا؟ قلنا من المفروض السؤال الأخير، السؤال الأخير واش راه يقول لنا؟ قلنا في الجملة التالية صورة بيانية سمها ثم أبرز أركانها. نحن نشوف الصورة البيانية اللي عطاوها لنا. طلب منا النبي صلى الله عليه وسلم أن نكون كالجسد الواحد متضامنين. هادو هكا كي يعطوكم هكا هما السهلين كاع، الصور البيانية بهذه الطريقة هي السهلة كاع. كي تلقاو الكاف، كي تلقاو تشبيه بالكاف هي السهلة كاع. واش عندي أنايا؟ أن نكون كالجسد الواحد، أن نكون كالجسد الواحد، هذه هي الصورة البيانية اللي عندي. شايلة هذه، هذه قال لك سميها الأولى، هذا
تشبيه. شو هي الأركان تاع التشبيه؟ عندنا المشبه، أداة التشبيه، المشبه به، ووجه الشبه. نحدهم هنايا. هنايا شكون المشبه؟ نران هاي لا. أن نكون شكون هما؟ شكون هما هادو؟ نحن. إحنا أن نكون نحن المسلمين. فهنايا غادي يقولوا نحن هو المشبه، وراهي أداة التشبيه هي الكاف، وراه المشبه به هو الجسد الواحد، الجسد الواحد كامل، كل الجسد الواحد قالوا لنا لخاطش، فهذا مشبه به. وراه وجه الشبه، كيفاش لازم نكونوا متضامنين، يعني في التضامن، هذه صورة على التضامن، فمتضامنين هو وجه الشبه. فنجي هنايا ونقول تحديد الصور البيانية، تحديد الصورة البيانية. واش عندي الصورة البيانية؟ قالوا لي هي أن نكون كالجسد الواحد متضامنين. هنجي هذا تشبيه. أركانه نجي نكتب هنا يا أركانه. واش عندي؟ قلنا المشبه، نجي هكا نحط المشبه، المشبه به، الأداة، هي أنا بنكتب الأداة مع المشبه به، معليش مش يجي عنا ترتيب، الأداة، من بعد عنا وجه الشبه، هادو اللي كنحطهم هكا، من بعد نبدأ نحوس. المشبه قلنا نحن، الأداة قلنا هي الكاف، المشبه به الجسد الواحد، ووجه الشبه متضامنين. صراحه دروك بقات لي الوضعيه الثالثه. الوضعيه الثالثه واش قال لي؟ ابدي رايك في قول الكاتب. كنقولوا لك ابدي رايك، العفسه الاولى اللي تقول انا مع الكاتب، الكاتب محق، الكاتب مخطئ، هكا نجاوب. فاش واش قال؟ واني اخذ كل واحد منا بيد اخيه ناصحا وموجها ومعلما متسامحا، فنحن ركاب سفينه واحده، ان نجونا نجونا جميعا وان غرقنا غرقنا جميعا. فهنايا انا كيفاش نبدي رايي؟ بكل بساطه ليكون نقول باللي مثلا انا راني مع الفكره تاع الكاتب، فنقول الكاتب محق ونسين سيخ هو شدار بطريقتي الخاصه فقط. اذا كان مخطئ نعطي رايي ورايي واحد اخر، انا نجيبه من عندي. بصح هنايا نقول الكاتب محق فيما يقول، ونجيب نفس شراه يقول هنايا بطريقتي الخاصه. نجي هنايا راني في الوضعيه الثالثه ونقول ابداء الراي، ونجي نقول الكاتب محق فيما يقول، فعلى الانسان ان يسند اخاه ويوجهه لكي ولا لأننا أبناء مجتمع واحد، فالنجاة للكل أو الغرق للكل. هنا واش درت انايا؟ فقط نفس الفكره اللي طهاني الكاتب، رحت عبرت عليها بطريقتي الخاصه، هذا مكان. من بعد قال لي حدد الضمير الذي هيمن على الفقره الثانيه وبين على من يعود. الفقره الثانيه انا نروح هنايا ونجي للفقره الثانيه اللي هي هذه، كثير منا عنده من القوت ما يفوق حاجته، ومنا من لا يجد، منا تك تك تك، ومفواجب علينا هو نحن. صح، قال نعلم واش يعود؟ يعود على المسلمين. هيا لا، انه لازم نعاونوا خاوتنا وكاع، ولا يعود على المسلمين. نديروا هنا ياسمين الضمير الغالب، وش هو؟ نحن. يعود على المسلمين. بعد واش قال لي؟ قال لي استخلص قيمه اجتماعيه من السند. شنو القيمه الاجتماعيه نستخلصها؟ قلنا بلي لازم نساندوا بعضياتنا بعض، لاخاطش الا غرقنا نغرقوا كاع، الا نجونا نجو كاع. واش نقولوا؟ نقولوا التضامن اساس النجاح، ولا اي فكره واحده اخرى تصب في نفس المعنى. يعني حنايا باش ننجحوا كامل كيما رانا ليك نتضامنوا، لاخاطش حنايا انسان واحد. صح، نقدروا نجيبوا ثاني كنكونوا حافظين كاش ايه ولا حديث ندعموا
القيمة تاعنا بآية ولا حديث. قال الله سبحانه وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هذه كما رانا حافظينها، فكيعطوكم هكا قيمة، دعموا القيمة تاعكم بكاش حديث ولا آية تكونوا ديجا حافظينها. فنجو هنايا ثالثا القيمة المستخلصة، القيمة المستخلصة، ونقولوا التضامن أساس النجاح، لقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فوالا، وهكا نكون كملنا من الموضوع تاع اليوم. نتلاقاو في موضوع آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.